علشان ربنا رحيم بيا، يعني دايما هو بيساعدني ان انا اتعافى. ضياء كان سبب من اسباب تعافيه بعد الحلقه اللي انا عملتها النهارده دي. ضياء بعت يقول لي ايه بقى. الاول انا اللي شدني جدا انه بعت لي صورته مع بنته في الاتوبيس اللي هو بيسوقه في مكان عمله، هو بيحبها لدرجه ان هو كل يوم يعدي بالاتوبيس بتاعه ياخدها يلففها لفه بالاتوبيس. طبعا الاتوبيس مش بتاعه بس هو سواق عليه. بعت لي قال لي يا استاذه منى دي قصتي انشريها. انا كنت بدخن، باخد برشام ترامادول، وكنت ساعات بشرب وقهوه وبتاع، كنت انسان تاني خالص. الحمد لله من 2013 بطلت حتى السجاير والبرشام والقعاد على القهاوي، بقيت انسان تاني خالص بسبب بنتي. انا نفسي اطلع واقول القصه دي للشباب اللي محتاج يبطل الموضوع، بس محتاج اراده. انا بحب بنتي جدا وهي عندي اغلى حاجه في الدنيا. راجل طبيعي، راجل مظبوط، مش اللي احنا شفناه من النهارده. المهم احنا قالوا لي انها اثناء الحلقه جت صور ضياء مع بنته اهي. لا هي الصوره بتاعت الاتوبيس هي احلى صوره فيهم اهو. بص البنت بتبص له ازاي. ربنا يخليها لك يا ضياء. ربنا يخليها لك يا ضياء ويخليك ليها. قالوا لي ان احنا اثناء الحلقه جات لنا تليفونات ليها علاقه بزياد، طفل زياد. التليفونات جاهزه؟ وحيد. الو يا وحيد. سامعني يا استاذ وحيد؟ الو السلام عليكم. ايوه يا استاذ سامعك. ازيك يا استاذ وحيد؟ ايوه يا باشا وحيد رحمك. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اتفرجت على الحلقة؟ ايوه يا باشا. مالك يا وحيد؟ انت بتتفرج على التلفزيون صح؟ حاسك مش مركز كده معايا. انا حضرتك والله في محل عملي حضرتك دلوقتي، انا فاتح محل بقالة. ايوه. سجاير وحبسة والكلام ده، وانا متجوز بقالي 12 سنة. ايوه. مفيش نصيب اللي انا يبقى ليا اطفال. انا مش سامعاك كويس. طب قول لي امرني انت. والله حضرتك انا بقى لي 12 سنة متجوز ومفيش نصيب اللي انا يبقى ليا اطفال. اتصلت بينا ليه طيب؟ انا عشان خاطر الطفل اللي اسمه زياد. انا هتبناه واربيه. عايز تتبناه وتربيه؟ اه. عنينا. احنا هناخد رقمك ونشوف الاجراءات ايه، ولو ان هو له ام لكن هي الام مش عارفه له اب. انا مش عارفه ده من الاطفال اللي ينفع يتم كفالتهم و يعني اسره بديله تكفله ولا لا، لان اللي عرفته ان الحكومه بترفض تدي اطفال لحد الا مجهولي نسب فقط، فهو زياد مش معروف له اب لكن معروف امه مين، فانا مش عارفه هم هيوافقوا ولا لا. عموما للي ما يعرفش تكمله القصه، انا سلمت خط النجده علا بابنها زياد. اللي حصل ان انا لقيت علا بتكلمني، قالت لي انا سبت زياد ومشيت. انا ما اعرفش علا دلوقتي فين، وساعات بتبقى على اتصال بيا بتقولي انا كويسه وعايشه ومش عارفه ايه، لكن سبت زياد ومشيت. فزياد دلوقتي لوحده، لا ام ولا اب ولا عيله ولا حد ابدا. فقريب انا هاخدكم كلكم باصحابي بالفانز بتوع البرنامج بالناس اللي عامله جروبات، ونروح نزور اطفالنا اطفال انتباه في الدار، عبد الله وزياد ومين تاني، بلال مين تاني، ورحمه. ده غير طفل تاني وديناه بس لسه قصته ما اتعرضتش، هنعرضها في سياقها ان شاء الله. غير اخواتهم طبعا، احنا لينا اطفال جوه بس هم يعني الاصل جوه في الدار. الاء. ايوه الاء. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ انا تمام يا الاء. انت كويسه؟ الحمد لله. انا يمكن بجد اول مره اسمع حضرتك، كانت في حياتي الاسبوع اللي فات، وانا معجبه حضرتك يعني بجد البرنامج جدا. وانا عرفت الميعاد يعني من اللي هو يوم الخميس على طول الساعه 11، فيمكن كانت سهرانه عشان اتابع حضرتك وبس. انا بجد يعني ليا الشرف ان في حد في مجتمعنا لحد دلوقتي بيدور على حقوقنا ومشاكلنا زي ما يشاركنا يعني فيها بجد، ويعني وصل صوتنا للراي العام. ويعني حضرتك عندك قوه ملاحظه عاليه ونجاحها بجد يعني شخصيه قويه. الكلام ده بيفكرني بالكلام ده بيفكرني باخر محاضره اديتها في الجامعه، لكن ماشي. قولي لي عايزه ايه؟ انت بتضحكي صح؟ قولي لي.
لا يعني انا بجد مش عارفه يعني شخصيه، انت حضرتك شخصيه مش عارفه جت منين بالظبط يعني. انا جيت منين؟ جيت من الشارع. مين جيت من اللي بشوفه يا الاء؟ انت مش شايفه اللي بيحصل لي كل يوم؟ يعني تخيلي حد زي كده بيتعرض كل يوم للي انا بتعرض له. ما هو اي انسان ناجح دايما بيبقى له يعني اعداء، ودايما يعني اي حد دايما دايما كويس بيبقى فيه ناس شايفينه عايزين يفسدوه، عايزين يبهدلوا سمعته دايما كده. طب بس يعني ربنا يا ربنا يكفينا شر بهدله السمعه، يعني خلينا كده كويسين الحمد لله ماشيين جنب الحيطه. انا بشكرك، بشكرك يا الاء، شكرا جزيلا. الو يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ احمد. احمد مكاوي من المقاطعه مركز السنبلاويين. الصوت سيء جدا، انا تقريبا مش سامعه. الو. ايوه استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ قول لي امرني. مركز السنبلاويين يا استاذ منى. اهلا وسهلا بيكوا بالسنبلاويين كلها. متابع برنامجك على طول، وطبعا انا فاكر عبد الله واسلام وكده. انا نفسي يعني مثلا رحمه دي ابوها اشوفه وهو متحاكم، ام عبد الله برضه. طب دول احنا بنوديهم بيت الرعايه، طب اولياء الامور دول مصيرهم ايه؟ هل بيبقى يعني بنسيبهم ولا القانون بيسيبهم؟ والله العظيم انت شخص رائع لسببين، لانك قلت نقطتين انا نسيت اقولهم. النقطه الاولانيه ان فين تفعيل القانون قدام جرم بيحصل زي ده؟ هل الناس صح ان هي تخلف وترمي؟ ايوه ده عادي يعني، انا اخلف وارمي كده عادي؟ ده فعل يعاقب عليه القانون، لكن مين اللي المفروض يفعل القانون؟ مفيش حد بيفعله، مفيش، الناس دي متسابه. دي نقطه. النقطه الثانيه، طب دلوقتي الدار اللي احنا موديين فيها اربع اطفال زياده فوق الاطفال اللي هم اوريدي بيجيبوهم، اللي هم بالفعل عندهم وبيجيبوهم بيزودوا عندهم، دي ميزانيتها واحده، ميزانيتها ما بتزيدش. تخيل حضرتك انت عندك كم طفل؟ عندك اطفال؟ انا عندي، لا انا عندي اصغر طفل في ثالثه ثانوي. اصغر طفل في ثالثه ثانوي؟ اه. طيب دكتور في الامراض. انت مصاريفك زادت قد ايه الفتره اللي فاتت بالنسبه لدخلك؟ هنا هي زادت 100% بس. تمام. تخيل ان الدار فيها 1000 وشويه طفل، مطلوب منها تاكلهم، تلبسهم، تعلمهم، والدخل هو الدخل، وكل يوم احنا نزود عليهم اطفال، خدوا دول خدوا دول، هيعملوا فيهم ايه؟ طب ما هو بديهي نرجع نشتكي دي بعد كده من مستوى الخدمه في الدور ومستوى تربيتهم، وان نفس الدور دي ما بقتش قادره تطلع اسوياء. ما بديهي، بديهي جدا. المهم انا الخط غالبا قطع. الو يا استاذ محمود. الو السلام عليكم. سمع صوت التلفزيون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش ولا يهمك، اقفل التلفزيون. اقفله. اه انا وطيته. لا اقفله. ماشي يا فندم. بقول لحضرتك يا فندم، اب يحرق بنته يا فندم ده حرام، حرام والله يا فندم. انا معايا ياسين ومحمد، يعني يعلم الله انا بعملهم ازاي. بتضربهم؟ لا عمري ما ضربتهم يا فندم. انا بخاف. افرض غازوك قوي. يعني بصي انا شغاله يا فندم ومرتبه 1000 جنيه ويعلم الله محافظ عليهم والحمد لله. انت دخلك 1000 جنيه في الشهر؟ اه والله يا فندم. مامتهم بتشتغل؟ بشتغل يا فندم، هو ارزقي بس بحافظ عليهم. عمري في حياتي يا فندم يعني. مراتك مامتهم بتشتغل؟ لا مامتهم قاعده. يعني انت كل دخلكم في البيت 1000 جنيه؟ 1000 جنيه يا فندم. يعني انت بتصرف تقريبا 35 جنيه في اليوم؟ ايوه يا فندم، ويعلم الله يعني لبن وحاجات للاطفال وبجيب لهم، بحاول عليهم، عاوز اربيهم تربيه ان يطلعوا حاجه. طب قول لي انت بتاكل ايه كل يوم؟ يعني اهو يعني مره انا اسف لوز جبنه، مره يعني لما اكون معايا فلوس ساعات بجيب فراخ الكلام دوت. اه. وليا اختي الكبيره اسمها منادى بردك ساعات بتساعدني بردك وبتقول لي خد بردك. يعني اختي من عام امي من ساعه لما ابويا مات وامي ماتت وهي بتقف معانا يعني بتساعدني. اه. ام مروان وام ندى. عارف يا محمود انت فكرتني بقصه. ايه يا باحث امريكي نزل يعمل دراسه ازاي دخولنا في مجتمعاتنا اللي شبهنا دي
الدخل بيبقى اقل من اللي بيتصرف. فعمل دراسه ازاي الناس بتسد الفجوه دي. فراح لواحد زي كده قال له انت بتصرف كام وبتقبض كام؟ لا، اللي بيصرفوا اكتر من اللي بيقبضوا. فبيقول له انت بتعوض الفرق ده منين؟ بتجيبه منين؟ قال له الله كريم. لا، كل الناس بتكرر موضوع الله كريم ده. اهي الله كريم دي هي وقفه اختك جنبك. التكافل الاجتماعي اللي بيحصل ده هو اللي بيسد الفجوه بين دخولنا ومصاريفنا. هو محمود راح فين؟ اختفى. المهم واضح ان احنا عندنا اطفال في الملجا زياده، الله كريم، نعرف نصرف عليهم. من غير التكافل الاجتماعي الاطفال دي مش عارف تتربى ولا تعيش. الو يا رضا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك ازيك يا استاذه؟ انا تمام، بحاول اتعافى بعد الحلقه. الو، الغلطه الكونيه، الناس بتتصل بالبرامج وتستنى تبص على التلفزيون عشان تشوف نفسها وهي بتتكلم في التليفون. ما هو لا التلفزيون لا التليفون، الاتنين مع بعض ما بينجوش. انت سامعني يا رضا؟ انت مندمج مع التلفزيون. انا يا رب تكون مبسوط باتصالك. احنا انبسطنا بمشاركه رضا وفرجته على التلفزيون معانا. مين؟ ام رضا؟ ام ممدوح. الو يا ام ممدوح. السلام عليكم يا استاذه منى. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. والله انا بحبك جدا. جدا والله. وانا كمان بحبك جدا يا ام ممدوح. يا رب يخليك يا حبيبتي. يرضيك اللي حصل في رحمه ده؟ ولا علا وزياد؟ لا طبعا، انا رحمه صعبت عليا والله. وزياد لا؟ كلهم والله، وعبد الله وكلهم وزياد وعبد الله. ينفع كلهم اللي بيحصل ده؟ ينفع؟ لا طبعا ما يحصلش والله. انت عارفه في احصائيات رسميه، تمام؟ لما دورنا لقينا، بص الاحصائيات يا ام، استني احكي لك همي. استني يا ام ممدوح، هقول لحضرتك كلمه. قولي. بصي، انا معايا بنتي مطلقه ومعاها اربع عيال. بصي، باباهم رماهم، انا اخدتهم قاعدين معايا، بيروحوا لستهم يومين وبيجوا عندي يومين. بنتي مطلقه وقاعده معايا ومعاها طفله رضيعه. ماشي. يعني بابا طلقها وسابهم في 3 اشهر. بيصرف عليهم؟ لا، انا صاحبه معاش وبصرف عليهم، وستهم هناك بتصرف على البنات. وانا بقى بنتي عشان هي جنسيتها فلسطينيه ما بتشتغلش، انا مصريه. هي ما بتشتغلش بقى. فكانوا عايزين نعمل لها تبقى يعني تاخد جنسيه مصريه عشان تشتغل، عشان عيالها تربي عيالها. طب ما هو قانونا ما دام انت مصريه تقدري تديها جنسيه. ما لا، اما رحنا قالوا تعمل لازم بمحامي قضيه. انت محتاجه محامي؟ قضيه، بس انا غير مقتدره، انا معيش فلوس. خلاص نجيب لك محامي متبرع بالاتعاب. روحي، ربنا يبارك لك يا شيخ. روحي فيكي شر المرض، اصل بنتي ما بتشتغلش. رغده وكل الشباب اللي موجودين في الاستوديو، شباب انتباه، خدوا ارقامها، وعندنا محامين متبرعين. يا ريت عندنا. ربنا يسترك ما يفضحك. ادعي للاطفال اللي في الملجا. يا رب يسترك ما يفضحك، ويعدك مذكوره دنيا واخره، ويخلي زياد ورحمه وعبد الله وكل المسلمين يا شيخ. هتيجي معانا نزورهم؟ اجي معاكي من المصحف، انا كنت عندي 71 سنه. تمام، تسلمي يا رب، ربنا يخليكي ويقويكي. تسلمي بيا وتاخديني معاكي. عينيا، هاخدك. امنتك بالله عليكي امانه. هشبكك في ايدي كده ونروح سوا. وانا بصلي قيام الليل دلوقتي. وادعي. عينك يا استاذه منى. ارجوكي. يكفيكي شر حاكم ظالم وينسلك على مين يعاديكي. تسلمي يا رب. تسلمي يا رب يا ام ممدوح. تسلمي يا رب يا ام ممدوح. تسلمي يا رب. تسلمي يا رب. الحلقه دي احنا شفنا ابهات اللي قابلناهم النهارده، دول من المتحولين، دول كائنات اخرى، لان مفيش ام ما فرحتش بألم الطلق وحست ساعتها انها بتعمل حاجه عظيمه. مفيش اب جسمه ما اشعرش وهو بيسمع صوت عياط ابنه وبنته اول مره. مفيش فرحة قد فرحة إن يبقى ليك ضنا. دي الفطرة اللي اتخلقنا بيها. أمال دول مالهم؟ إيه اللي هو
وصلهم لكده؟ انت ممكن تبقى كده، ممكن تضرب، السوفت وير بتاعك يضرب، ممكن تتحول من احن بني ادم لشخص يقتل ويقهر. ازاي؟ ازاي نلاقي في اسبوع واحد هذا الكم من المتحولين؟ كم اب الاسبوع ده رمضان؟ الاجابه هي الضغط. الضغط يولد عنف وبيوصل لدرجات ما تتصدقش. الدنيا ومشاكلها تفضل تضغط عليك، تضغط لحد ما تتحول لوحش، وحش فقد القدرة على السيطرة. المصيبة الأكبر هي في عدم الإدراك. أنت ما بتكونش واعي أنك تحولت. أنت ما تعرفش إمتى السوفت وير بتاعك ممكن يضرب منك وتنهار مقاومتك فتتحول لمسخ، وحش بجسم إنسان، كيان مؤذي. واحنا صغيرين كلنا كنا بنحلم نكبر نتجوز نجيب عيال نشوفهم اهم واحسن مننا. فجأة تتقلص احلامك العظيمة دي لدرجة ان يكون كل همك ازاي تأكلهم. لما توصل للمرحلة دي تبتدي مرحلة عدم التوازن. لو قفشت نفسك مش عارف توقف ايدك عن ضرب مراتك وولادك، اعرف ان دي علامة على بداية تحولك. ما تخليش انعدام التربية وانعدام التعليم ومعاهم ضغط أكل العيش والغلا يحولك لمسخ، وحش يقتل طفولة أولادك وينهي العلاقة اللي بينك وبينهم. فرق كبير بين الضرب للتعنيف والرضع وبين فقد السيطرة على إيدك وهي بتضرب. لو لقيت مخك مش قادر يوقفك وانت بتضرب مراتك أو أولادك، فوق واعرف انك بتتحول زي اللي شفناهم في حلقة النهاردة. نشوفكم الحلقة الجاية.